السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم قناة خبير سكور ماتش. في هذا الفيديو سريع وسريع جدا سنتكلم فيه عن اللاعب الخارق القادم إن شاء الله. أول لاعب خارق حيجي بنسخة صفراء عوض النسخة الفضية، يعني نسخة ذهبية، ممكن يكون حتى الكابتن ممكن تحوله لهذا اللاعب. لحد الآن ليست واضحة، باقي يعني 3 أيام إن شاء الله، بيومين راح نمكن أن نشوف هذا اللاعب الخارق. وبذلك أنصح كل من سيلعب الإيفنت ألا يفتح الإيفنت الكبير ب 15,000 كارت حتى يعني يحصل على اللاعب الخارق. بالنسبة للناس اللي مفعلة السيزون باس، أنا غير مفعل سيزون باس، لسه مفعلها، لكن أي شخص مفعل سيزون باس ما يفتحش يعني الإيفنت الكبير. ممكن تلعبه تفوز بالإيفنت الكبير، لكن ما تفتحش الإيفنت الكبير حتى يأتي اللاعب الخارق إن شاء الله بعد 3 أيام، وبعدها ممكن يكون عندك حظ أنه يأخذ نصيبه حصة الأسد ويتطور بشكل سريع وسريع جدا. يعني 15,000 كارت ممكن يصعد للتسعة من يومه. يعني هذه كانت نصيحة الخبير لنهار اليوم. إن شاء الله كان معكم الهادي من قناتكم قناة خبير سكور ماتش. سلام.